السلام عليكم. اهتزت ولاية أدرار مساء اليوم الجمعة على وقفة جعليمة راح ضحيتها فنان محبوب في المنطقة، حيث وافت المنية الفنان القدير الطيب عبوبي بعد صراع طويل مع مرض مزمن. وينحدر الفنان الطيب عبوبي المولود بتاريخ 1965 ببلدية أدرار وأبلي 3 أبناء من أسرة فنية معروفة محليا وجهويا باهتمامها وعنايتها البالغة بالموروث الثقافي الفني الشعبي المحلي وترويجها للأغنية الملتزمة. هذا وتقدمت وزيرة الثقافة بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. إنا لله وإنا إليه راجعون.